المنتخب الوطني التشكيلة ديالو اللي دارها الناخب الوطني فهو متبعه هو والناس اللي معاه اللي تساعدوه وتبين عن كتب اللاعبين اللي كانوا مؤهلين اللي يكونوا في المنتخب. يمكن نقولوا زياش واش كاين شي اتفاق معاه ولا باقي ما رجعش من بعد العطب اللي كان وقع ليه رغم انه لعب مع الفريق ديالو، فهو من اللاعبين الاساسيين اللي تعطيهم اضافه كبيره للمنتخب الوطني المغربي، ونتمنى ان شاء الله حد سعيد للمنتخب الوطني المغربي. شكرا.